والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة الحضور، أهلا ومرحبا بكم جميعا، شرفتم دروة وأهل دروة، وترحيب خاص للأستاذ النائب المنتظر الأستاذ علاء طاحون، مرشح حزب مستقبل وطن رمز القلم، والقلم ده وشه حلو علينا يعني. كما أرحب بسيادة النائب الغالي علينا الأستاذ أحمد الخشن. وبرحب بحضرة العمدة الأستاذ الفاضل العمدة حلمي عاشور كما أرحب بالأستاذ بالحاج علي عاشور أمين الفلاحين بحزب مستقبل وطن، وترحيب خاص لأخويا الكبير واللي أنا بعتز بيه أمين عام حزب مستقبل وطن الأستاذ عبد الحليم الكشاك. كما أرحب بالحاج عبد الله أنديل اللي مشرفنا من الشهداء النهاردة، ألف مرحب. وترحيب خاص لسيادة النائب عاطف الحلال كما أرحب بالقيادة الوعدة الشابة الأستاذ محمد خلاف كما أرحب بالأستاذة نادية المحروقي أمينة المرأة. السادة الحضور، أهلا وسهلا بكم جميعا. في البداية أنا بشكر رجال حزب مستقبل وطن على المجهود الكبير اللي اتعمل الفترة الماضية من خلال فعاليات ومبادرات، من خلال قوافل طبية، سلع غذائية، مشاركة اجتماعية. كان لينا دور كبير في مساعدة الأسر الفقيرة والغير قادرة على تحمل الظروف والإصلاحات الاقتصادية الصعبة. حزب مستقبل وطن وقف في كافة الأزمات التي يمر بها المواطن، سواء كانت أزمة السيول والأمطار اللي تسببت في أضرار كبيرة أو أزمة كورونا. وبنشكر الأستاذ أحمد الخشن، لأن الرجل ده بصراحة لازم نشكره يعني، لأنه قدم بصراحة، وقف معانا وقفات في الحزب، وسواء في مستشفى أشمون اتبرع بسرائر للمستشفى، سواء مبالغ مادية، جاب لنا كلور على للمركز كله لجميع البلاد على نفقاته الشخصية. دي حاجة بس بحب أوضحها بالنسبة للأستاذ أحمد الخشن، دي من غير مجاملة يعني. حزب مستقبل وطن موجود على أرض الواقع في الشارع لمشاركة المواطن البسيط مشاكله وهمومه. ورغم الصعوبات اللي بتواجهنا من إشاعات وأكاذيب وافتراءات الغرض منها الإحباط، ولكن هذا الكلام لم يزيدنا إلا إصرارا على تحقيق هدفنا. في حاجة مهمة بقى عايز أتكلم فيها تخص السادة النواب. قضية لازم أطرحها في هذا الجمع الطيب
أغلبية النواب محسوبين على حزب مستقبل وطن، وإحنا محسوبين على النواب. فعندما يكون أداء النائب قوي ومرضي بيديني قوة وثقة مع المواطن، لكن حينما يكون أداء النائب غير مرضي فده بيعمل لنا مشاكل كبيرة مع الناس، لأن إحنا اللي بنبقى في وش الناس، وإحنا اللي بنجيب الناس ونقول لهم تعالوا وبنديهم وعود. فالنهاردة لما إحنا بنوفيش بالعهود ديت بيبقى شكلنا وحش، وبيبقى بتولد عدم ثقة بيننا وبين الناس. فرجاء يعني الاهتمام. بشكركم جميعا وبنتمنى التوفيق والنجاح لنائبنا المنتظر الأستاذ علاء ناصف طاحون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.